كاميرا تاني. ليه قلتوا اشتريتوني؟ طب انا لا عايزه اشوفكم ولا عايزه امثل تاني. براحتك يا ماجدة، بس كده هتزعليني منك.
طول ما الديزل معاك اعتبري نفسك في السيف سايد. كات! حد قالك تتكلم يا ديزل؟ انا اسف يا استاذ والله، يعني اندمجت في الدور. اندمجت ايه بس؟ يلا شغلك خلص، روح يا ديزل. الجوانت ده اديه لمين يا استاذ؟ بلغوا رمضان ان احنا جاهزين يا جماعه. ايه ده يا استاذ محمد رمضان يا جماعه؟ ليكوا حاجه تاني؟ استنى، انت مرتبطه؟ بس يا بابا. بس يا بابا؟ ده انت معلمه وبتتكلمي وانا واقف. استاذ بستاذن سيادتك، بس كنت عايز اخد صوره سيلفي مع حضرتك عشان احطها على الويل بيبر على التليفون. طب معلش بس ممكن لما اغير عشان ده لبس الشخصيه، ما احبش اتصور بيه. طب حضرتك ممكن نتصور بالنص الفوقاني ده بس؟ لا معلش هخلص واتصور معاك. ممكن اتصور تحت؟ عليا. وعد؟ وعد. طب يا استاذ في رعايه الله. ايوه محمود يا رمضان. اه نتقابل في المكتب بعد كده. خلص تصوير واطلع المكتب على طول. والنبي شوف لي اغنيه الملك عملت كام مشاهده لحد دلوقتي. طيب طيب يلا. مش عارف انتوا مستحملين الحر ده ازاي يا شباب. يا كيمو ثقة في اللي انا جايح يا شباب. يا رب يا رب. خد يا اخويا امسك بريكك اهو، بس كله بره بقى عشان المخرج بيتضايق. كل يوم كشري؟ ده انا جاي للقولون منكم يا جدع. فين قبضي؟ امسك اخويا 1000 جنيه اهو محروقة نار في جثتك. 1000 جنيه؟ وانا عرض حتى للخطر واخد 1000 جنيه وياخد ملايين ويتنطط على الناس بفلوسه وعربياته؟ ربنا يكرمك كده يا ديزل اشوفك زيه. يا عم انا مش عايز ابقى زيه يا عم، انا كده رضا الحمد لله. في الفريم؟ يلا يلا شيل الكرسي ده. يلا يا استاذ احنا هنبقى بادئين من هنا يا استاذ. رول ساوند، رول كاميرا، اكشن. اوعى تصدق ان انا عملت كل ده علشان الفلوس. انا عملت كل ده علشان، انا عملت كل ده مكانك. وانا عمري ما استغنى عنك، وعارفه ان ماليش غيرك. حر ونار في جتتك. اللي فين ده انا الملك؟ بص يا ديزل، دي صورتي مع الكينج. يا ابن اللعيبة شفته وحطيت ايدك على كتفه؟ اه ده حبيبي كده. بص دي بقى عم ابراهيم وفؤاد. بص دي بقى مع عمهم كلهم الدكتور يحيى الفخراني. يا ابن المحظوظة، الراجل ده انا عمري ما اشتغلت معاه، نفسي اشتغل معاه. امال فين صورتك مع دنيا الصياد؟ حطيت التليفون في جيبك ليه؟ مش متصور مع دنيا الصياد انا. مش متصور مع اللي شغال معاها؟ اه يا عم اقول لها عايز اصور معاك يا استاذه، تقلب عليا تتردي من الشغلانه عشان صوره؟ بلاها صوره. تعرف بقى ان هي اللي وعدتني ان اتصور معاها. وعدتك مره واحده كده؟ وهي اللي طلبت، قالت لي بقول لك انت شكلك مستقبلك كويس، انا اتصور معاك عشان ابقى افكرك بالصوره دي بعدين. هي اللي طلبت؟ امال ايه؟ ايوه الخبر وصل لها رغم. اوكي اقسم بالله العظيم يا عمجة، لو البليه لعبت معايا زي محمد رمضان عمري في حياتي ما انساه. انا عارف انك جدع على الجزل يا عم. اوعى يا يا ابن الوطية، ده انت بعتني لما شفت النجم. تعال يا عم بالقطر ده. يا هانا يا هانا، ما انا الديزل، انا الديزل دوبلير محمد رمضان، انا دوبلير نصر. اكشن وحركات واتشقلب في الاخر مش عارف تسوق حته مكنه. يا عم روح. انا مش عارف اسوق حته مكنه يا ده، انا نازل من بطن امي بيها. الراجل بس ابن الكلب اللي مش عارف خرج منين. إيه؟ المهم الف سلام عليك. طب وكتاب الله خضتني عليك يا ديزل. والاستاذه دنيا الصياد بقى ايه، مستكبره تيجي تسال عليا؟ بعتك انت؟ ده انا عامل الحادثه بسببها. ويا ابني انت مفيش بيني وبينك عيش وملح ولا ايه؟ انا محدش بعتني يا ديزل، انا جاي لك من نفسي. كمان لا فكرت تسأل عليا ولا حتى هي اللي بعتك؟ الناس دي مش بني ادمين. الناس دي بتمثل انها بني ادمين في التمثيلات والافلام بس. تصدق وتؤمن بالله؟ الحادثه دي كان المفروض ما تصيبش دراعك، كان المفروض تقطع لسانك المتبري منك ده. على فكره بقى
وكتاب الله الاستاذه دنيا دي بالذات غير اللي في الشغلانه دي خالص. ده لولا الضابط اللي كان عندها ده وكان عايز يتكلم معاها كان زمانها هنا قبل كمان. ضابط انا معاون اسم بابا صاحبي. معاون اسم بابا صاحبي؟ انا غلطان اني بتكلم معاك اصلا. يا ابني قول لي في ايه؟ فاكر البنت اللي كانت بتصور معانا دي؟ البنت اللي صورت معاك اول مشهد. وادي تتنسي. ماجدة الجامدة. اهي اتقتلت. كان في اي مشاكل او خلافات بينك وبين القتيلة؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ماجدة دي كانت زي اختي بالظبط. ليه؟ هو قال لي ليه؟ سؤالي واضح. هل حضرتك بتعاملي كل الوجوه الجديدة زي اخواتك؟ لو اه يبقى هايل. لو لا يبقى اشمعنى ماجدة؟ عشان كانت بتفكرني بنفسي زمان. اول ما ابتديت في الشغلانة دي. خرجتي وراها امبارح ليه؟ وده بشهادة اللي موجودين في الحفلة. هو في ايه؟ هو انا متهمة ولا حاجة؟ جاوبي على قد السؤال من فضلك. شفتها متضايقة قمت وراها ما لحقتهاش رجعت تاني. يا ترى بقى الناس اللي هناك ما شهدتش بكده برضو؟ ماجدة الجامدة ماتت. ياد ده كان في سين بيننا يا عماد. وربنا كان زمانها جاية سكة دلوقتي. يلا ملهاش في الديزل نصيب. خلاص بقى يا عم ديزل ما يجوز عليها الا الرحمة. عندك حق الله يرحمها. الله يرحمها. بس وربنا حرام الجتة دي تتنفخ وتفرقع ويرعى فيها الدود. ما خلاص بقى يا عم ماتت ماتت. بقول لك انا ما بحبش اللي قاطعني وانا بتكلم مش عشان دفعت لي حساب المستشفى تتأمر عليا. يلا روح للي مشغلك عشان ما تستعوقكش. يا بقى كده؟ ماشي يا عم ديزل. انا غلطان لك. سلام عليكم. يلا يا عم اتكل على الله. يا ندل. هتسيبني انا في الحالة دي؟ اسيب مين؟ ما الليلة كلها رست على جزعة الدراع. انت بتشتغلني. يا دي القطانية ناقحة عليا. ماشي. رجولة ده عمان. اغلبها لبعضهم ديزل. ماجدة الجامدة ماتت. خلاص بقى. يعني هحطه القطنة. ابوس ايدك كفاية. يخلى سبيل المتهمة بضمان محل اقامتها. حضرتك تقدري تتفضلي دلوقتي. بس لو هتسافري لازم تبلغينا قبليها. اتفضلي. قتلتها ليه يا راغب؟ كان لازم تموت. ماجدة قالت اه وبعد كده قالت لا. واللي يقول اه بيعرف. لو قال لا بعد ما عرف يبقى بيلوي دراعي. وانا دراعي ما بتلويش. وسيادتك عارف بقى ان انا متهمة؟ وعامل حسابي. دنيا اطلعي خدي الدوش بتاعك وخدي حبيتين الزناكس واقرا لها الفاتحة ونام. وفري الدراما دي للسينما اللي انت بتعمليها. ايه اللي جايبك يا ديزل؟ ما عندكش شغل النهارده يعني؟ يا عم تامر وانا جاي عزبة ابوك النجمة جدع اللي طلباني بالاسم. والله العظيم انت محدش يا ابني يعرفك غيرنا. خرب بيت غتتك انت اكيد انتاج وربنا يا ابني طلباني بالاسم. اسال حتى اللبيسه بتاعتها. ماشي يا اخويا اتصور جوه. طب اجي هات لي كوبايه جوافه باللبن على حسابها عشان خاطر النجمه. بس بقول لك ايه؟ ايه الواد عماد فين؟ تليفونه مقفول ومش واقف عند العربيه بره. عماد السواق الحكومه يا ابني جت خدته امبارح. تخيل طلع هو اللي قتل ماجده كمان. بعضهم برضو ولا ايه؟ عرفت تجيب زهرة بسرعة كده ازاي يا ديزل؟ اللي فهمك انها رجولة غلطانة يا عماد. مش رجولة انك تشيل القضية مكانها. مكان مين؟ دنيا الصياد. دنيا الصياد ملهاش دعوة بأي حاجة بتحصل. امال بتشيلها مكان مين؟ أنا لا يا منك ولا من وكيل النيابة. عملت كده ليه يا عماد؟ نصيب. أنا ما كنتش عايز أقتلها بس الشيطان شاطر. مين اللي أجبرك تعمل كده يا حمار؟ طلع موبايلك. افتح الفيس واعمل بحث على اسمه عشان دول تربوا تربية كويسة
يدخلوا مدارس محترمه، بس هدومه نظيفه بدل هدوم الوكاله اللي بلبسها لهم. وبعدين انا كده كده جدتي بتتاكل كل يوم، في ايه بقى لما اموت بدري شويه؟ بقى كله عشانهم. انت مجنون؟ في حد ابوها تلاقي عيشه نظيفه في البلد دي؟ امهم هتاخدهم على ابعد حته فيك يا بلد لحد ما تنسي. والعيال لما تسال امهم على ابوهم هتقول لهم ايه؟ هينسوا. مفيش حاجه ما بتتنسيش. الفلوس اللي لو اشتغلت العمر كله ما اعرف الم ربعها هتنسيهم وهتحنن الدنيا عليهم. قول لاخوك لو مش بتشيلها مكان دنيا الصياد بتشيلها مكان مين؟ قول لي يا عماد. خد بالك على نفسك يا ديسل، ولو افتكرتني بقرا لي الفتحة. قالوا لي انك هنا من بدري، امال غطسان فين؟ والله استاذه كان عليا الظهر، رحت الجامع لقيته لسه ما ادانش، فقلت قايل شويه صحيت بعد العصر. وصليتوا؟ لا، اصل النوم بنقض الوضوء، فقلت اصليهم الاثنين قضى ان شاء الله. اها، وحد يعمل اللي انت عملته ده؟ معلش يا استاذه بقى، بحب حضرتك، قصدي يعني بحب اعمال حضرتك وحافظها كلها والله. طب خد دول. ايه دول يا استاذه؟ دي حاجة بسيطة عشان خاطر العلاج. شيلوا فلوسك يا استاذة بعد اذنك. يا استاذة انت ما صدقتي. الله، دي كده عزومة مراكبية. لا والله يا ابني، والله العظيم ملوش لزوم. في مثل بيقول علمنا اصطاد وما تدينيش سمكة، وانا يعني شغلانة الدوبلير دي يعني مش جايبة همها على الاخر يا استاذة، يوم وعشرة لا. فالخدمة اللي سيادتك ممكن تخدمها لي انك تشوفي لي شغلانة ثابتة، تبقى عملت معايا فوق الصح. ادخل. مساء الخير يا استاذه. معلش الواد السواق اللي انا كنت وعد حضرتك بيه اشتغل مع ناس ثانيه ومرتاح معاهم، فاستاذن حضرتك بس معلش يومين بالعدد مفيش اكتر منه، وهكون جايب لحضرتك سواق تاني غيره. ماشي يا تامر، شكرا. تحت امرك يا استاذه. لا اله الا الله وعز الجلال. يا استاذ امي على طول تقول عليا انت مولود في بورنوس ومرزق. يعني سيادتك بتدور على سواق وانا واقف قدامك؟ وانت بتعرف تسوق؟ بعرف اسوق يا استاذه. حضرتك شفت فيلم السرعه والغضب؟ ايه السرعة والغضب ده؟ السرعة والغضب استاذة بتاع فان ديزل والصخرة، فيلم فاست اند فلوريست في الرياسة. فاست يا استاذة؟ لا ما شفتوش. لا وانا لسه ما شفتوش، هنشوفه سوا ان شاء الله. استاذة انا في ممكن اروح اسكندرية مارش دير، معايا رخصة درجة أولى. هستلم الشغل امتى؟ لا والله. انا عايز قصة فيلم. الظهر اللي انا عرضتها زياده عن اللزوم. كده احنا خلصنا الجزء السابع من فاست اند فلوريست، ندخل بقى في الجزء الثامن من فاست اند كاتافاست. لا يا عم كفايه والله العظيم انا مصدقاك، انا ده بقى هشوف في السينما. طب بما يرضي الله بامانه ربنا، عمرك شفت الركنه دي في فيلم امريكاني؟ ركنه ايه يا ديزل؟ ده انت كنت هتموتنا. هموتك بعد الشر عليك يا استاذه، بالعكس انا السواقه دي كلها عشان اطمن حضرتك. لا الله يطمنك. والله ضحكتني وانا ماليش نفسي اضحك. الاستاذه دنيا الصياد ملهاش نفس تضحك. امال مين اللي هيبقى ليه نفس يضحك يا استاذه؟ اشمعنى؟ على اللهم لا حسد خمسه وخمسه في عينيا. ربنا مديكي كل حاجه. انت بتحكم على الناس من بره ديزا. والله العظيم من ابسط نعم ربنا عليكي واحده زي اختي دي، ما تحبش حاجه في الدنيا زيك، يعني لو عرفت ان انا قابلتك فيس فاصون يعني اتقابلنا كده في الحقيقه والمسافه دي بيني وبينك وربنا تعمل لي مقام. ايوه ازيك يا عفاف؟ نسوان؟ نسوان وانا في البيت وامك جوه؟ هي ناقصه
يا شرده يا بنت الكلب، دي النجمة الدنيا الصياد. اقلعي النجمة عشان تتأكد. اقلعي يا ديز. الكابتشول. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هدي في حد ذاتها نعمة لا تباع ولا تشترك. نعمة هي ديز اللي تغمى عليها. حب الناس من الصدمة، عمرها ما شافت بيومي في وضع الحقيقة، ما بالك بقى انها شافتها. شافتني ايه؟ بقول لك اغمى عليها. مستهونة بنفسك انت يا نجمة. بنت عفاف يا بنت. ايوه هي يا بنت. استهدي بالله يا نجمة، تعلمت الرشتي ده اللي هيخلينا انا اللي يغمى عليا دلوقتي. امال هي هتفوق ازاي؟ انا عارف هتفوق ازاي. عفاف عفاف امسك يا ام البصرة، انا هجرب حاجة دلوقتي، لو ما فقتش اقلعي شبشبك. ماشي. اختي وانا عارفها ما تفوقش غير بالطريقه دي. منورانا يا بنتي والله. ميرسي، ده نورك. الله، دي صورتي. شايفه العيشة؟ معلق لك صوره اكبر من صوره ابوها وامها. ايوه يا بنت هي بجد. اه يا لهوي. انا قد ما بنت زينب تتوب وتعطس. قسما بالله العظيم يا اما نفت مرتين واحنا جايين في الطريق. انا مش مصدقه، انا حاسه اني بحلم. ده انا والله العظيم اللي مش مصدقه كل الحب ده. سيب ايدك يا بنت، لا جالها حساسيه، ده مش زينا دي. مش حسيب. طب بقول لك ايه، خديني معاك اشتغل معاك اي حاجه، ان شاء الله ممثله زي. واخوكي هيوافق؟ ده انا اكسر دماغها، عايزه تمثلي وتجيبي لنا العار. الناس تقول عليها ايه؟ طبعا عم، فرصه سعيده جدا. لا مؤاخذه يا استاذه، والله ما اقصد يعني، بس ده منظر ممثله. ما حصلش حاجه، ولو انت ما عندكش مانع وانت نفسك تشتغلي، انا اكون مبسوطه قوي انك تبقي معايا في البيت. ده من دلوقتي ورجلي على رجلي. لا لا، بكره ان شاء الله. بكره فرصه سعيده. هلا يا سعيد، بعد اذنك. ايوه طيب. بقى ابنك الواطي اتصل بيه على المحمول يعمل لي بلوك. انا ابنك يبلغني. معلش يا مبطه، اصله مشغول شويه اليومين دول. مشغول فين؟ ما هو لا. ايه في ايه؟ دنيا دنيا الصياد الممثله. يا بطه انت يا بنت، انت يا بطه، انت يا بطه. ايوه ايوه ياما، في ايه؟ عارفه مين هنا يا بنت؟ هيكون مين يعني ياما؟ الممثله دنيا الصياد. دنيا الصياد مين؟ الممثله بتاعت اليومين دول، ام حسن خدتها الشمال. وسع جدع، اوعى جدع. ما ينتم منك يا ام بطه. هي الحرب قامت ولا ايه؟ قمر يا دنيا، يلا يلا اعملي بوس البطه. بصي كده اهو. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ام بطه. في ايه يا ديزي؟ في كارثه يا استاذه، كارثه. اهل منطقتي وانا اضرب ايهم. نص شباب المنطقه مسجلين اجرام، والنص التاني متابعينك على الانستجرام. بس ما تخافيش، خليكي هنا. لقيت ولاعب بنزين 80 يا مبارك. حفظتي؟ انا لو عليا حفظت، لكن انت بقى لو رجعت في الكلام اعيش لك خدام. احنا مش في طابونا، عايزين ايه؟ عايز اشوفهم، ده حب حياتي. حياتك؟ انت حياتك خلصت من زمان، جاي تفتكر حياتك دلوقتي؟ الله جريه ديزل فيها يا جدع، هو احنا هناكلها؟ وربنا انا النهارده بس عرفت ابوك سماك بهيج ليه. يا جماعه العتب على الناظر، انا دخلت عندهم لقيت واحده حواجبها هي ودنيا نكفه واحده، افتكرتها هي. ايوه هي نفس الحواجب بس البودي مختلف. يا استاذ ديزل بعد اذنك طلعهم. يا راجل ده احنا حتى اهل منطقه الواد ده بس. يلا اصبر، تشوفوش سمعه الكتكات. الكتكات ما فيهاش تحرش. راد يا اسامه، شغل الحكاكين اللي بتعمله اول يوم العيد في جنينه البساط مش هينفع مع ضيوف. طب بص هنشوفها ونمشي. يا مصريين يا مصريين، افهموني يا ناس، اسمعوني. انا واحد منكم حاسس بيكم، عارف ان نصيه ما اتجوزش،
عارف اننا تعبانين بس واحده واحده. شوفوا الهند بدات من الهند بدات من تحت. ده انا اللي نفسي اسلم عليكم. مش هي دنيا الصياد دي فيها شنب منها بس. ازيك؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ خلاص يا بابا. ايه ازيك؟ ازيك؟ ده الحكاك الكبير. اتفضل. ايوه هي دي مصر. هنمسك نفسنا هنتجوز كلنا. هنمسك نفسنا هنتجوز. خلاص. بس يا استاذه انت تعرفي لعبت اللباس بول منين؟ ايه اللباس بول ده يا دي؟ اللي هي كرة القاعدة. انت ايه مالكيش في الانجليزي ولا ايه؟ خير الله ما جعله خير. ان شاء الله بيت سيادتك اكبر من مدرسه القرمان. لا ده مش بيتي. امال ايه ده؟ ملجا ده ولا ايه؟ لا مش ملجا. هبعت لك عنوان بيتي في مسج بالمواعيد. شكرا يا ديزل. ده شكرا لك انت يا ست هانم على الشغلانه الحلوه وعلى زيارتك لينا. تصبح على خير. الحمد لله على السلامه. مفيش عشاء ولا ايه؟ ولو قلت لك ان احنا عايزين دنيا No. هندفع يا راغب. انا مش هكررها يا ريت. بس صدقني الرقم المعروض واو كان لازم تسمعه. برضو لا. اوكي راغب. هلو دونز. هاي هاي هاي. والله كنت هزعل لو ما كنتش شفتك قبل ما امشي يا اخي. يا ريتك كنت زعلت. اخف دم في الدنيا يا دنيا. وانت دمك يلطش باشا دونز. راغب فكر في اللي انا قلت لك عليه. ها؟ لو تعرفي ان دمه يلطش ده عايز يدفع فيكي كام وترجعي. طب ما تسيبني ارجع. ما هو تستفيد بالفلوس. كان زمان يا حبيبتي. فرقت ايه دلوقتي عن زمان؟ زمان كان فارق معاك تعيشي. دلوقتي لا. قصدك زمان كنت عايشه. دلوقتي لا. اديني مضيت حضور. ممكن امشي؟ كان انا غلطان ان انا كنت عايز اشوفك. واديني جيت يا راغب. مش فارقه. مالك يا بنت مخطوفه كده ليه؟ شايف البيت؟ يا لهوي شايف التلفزيون كبير ازاي؟ دي اصغر شاشه عندها يا بنت. ده عندها سيما صيفي في الجنينه. ودي بتروح سينما زينا بيجيبوا لها الافلام لحد عندها. عندك حق. هم كل الممثلين كده واكلينها ولع. اهلا وسهلا. اتفضلوا العصير. يزيد فضلك. تعيش. ما تعرفناش. انا بدر الديزل. كنت دوبلير ويل سميث في امريكا ودلوقتي دوبلير محمد رمضان في مصر. امريكا مره واحده؟ هم ليه؟ انا اللي مغير الاكشن في مصر الخمس سنين الاخرى لو انت ملاحظه يعني. لا ده انت حكايه. الحمد لله. انت بقى تحكي لي من اولها لغايه الاستاذه ما تنزل. وامك طلعت اخلت ام حسام وباعت ذهبها وسافرت امريكا بجواز سفر مضروب باسم جرجس يوحنا ميخائيل كيريوس. يعني حتى بدي كنت دوبلير. سافرت باسم غير اسمي ودين اهله كان غير دين اهلي. وبدات في امريكا من تحت السلم. كلت من الزباله خلت ام حسام.
في مره كده وانا واقف في الشارع لقيت واحد خارج من نايت كلاب بسكران، كان ويل سميث. خدته سندته لحد عربيته حتى استنطق وطرطش على بنطلونه. المهم قلت له يا ويل اقف جنب اخوك، انا الدنيا حاطه عليا هنا في امريكا واللون بيحن يا جدع. المهم قال لي يا انت شكلك شقي، هشغلك معايا دوبلير هنا. وشغلني فعلا دوبلير اول يوم بهرت المخرج، وعرفنا على ايدي ميرفي برضو ممثل شبهنا بس اغمق حبتين، والدنيا حلوت وزهزهت. واشتريت بيت على النيل في امريكا، كنت جاري حانه والناس كل النجوم دول كانوا في نفس المنطقه، منطقه خاصه بالنجوم بس. هوب الحكومه طبت عليا وعرفوا ان ورقي مضروب ورحلوني على مصر. حتى القرشين اللي جمعتهم ما لحقتش ارجع بيهم. انا مش زعلان اني اترحلت، زعلان ان ويل سميث طلع مش رجوله معايا. بعت له رساله وانا في الاسبورت، انا في شده واقف جنب اخوه، ده احنا لون واحد. بس انا قلت الفنان سمعه وهشرده في الوسط الفني بالكامل. بعت رساله لسبيلبرج، قلت له ايه؟ قلت له ينفع اسبيل اللي عمل ويل؟ وهو قال لك ايه؟ قال لي ويل يا ويل. انت يا واد كذاب. ايه؟ بقول لك انت يا واد كذاب. طبعا كذاب يا شيخه، وده كلام يعقل. انا قلت بس ايه نضيع وقت على ما الهاني بتنزل. ما كفايه لبت وعجلي. عفاف هتساعدك في البيت وديزل هيبقى موجود مكان عماد. تحت امرك يا نجم. ما تخلص يا ديزل. تبص شرف اشرب محسن. مش هوصيك؟ هي على طول عصبية كده؟ أبداً، ده لما المزغود ينرفزها بس. المزغود مين؟ ممكن ترد عليا؟ ندى ما تقتلتش، ندى انتحرت. البوليس هيربط يا راجل، مسيرو هيربط. يربط إيه بإيه؟ واحدة غرقت نفسها في الترعة والتانية اتقتلت على سريرها في بيتها. ايه العلاقة؟ روحي روحي افصلي افصلي، هتبقي احسن لما ترجعي. وان ما رجعتش عادي. هرجعك زي كل مرة. طب انا بجد بقى مش راجعة المرة دي. دي اوامر راغب بيه، عايزك جوه وانا مش داخله. واحنا ما نقدرش نسيبك. اوعى يا حبيبي ايدك يا هانم، دي اوامر وانت عارفه ان دي مش اول مره بس اخر مره. حد تاني مزعلك جوه يا استاذه؟ انت ايه اللي انت عملته ده؟ وانا جايبه سواق ولا بلطجي؟ امال عايزاني اعمل ايه يا استاذه؟ العيال كانوا بيمدوا ايديهم عليكي. لا والله، انا قلت لك تتدخل؟ انا اسف يا استاذه، والازاز اللي اتكسر ده باخصمين المرتب. يلا ما شاء الله عليك ستاني. لو نسيت ستارز الفستان ده صح؟ حقك علي ستاني، ما تشغليش بالك. وبعدين فاهم اصول الشغل، وبعدين هي جت عليكي، ده انا بيتشخط فيا من يوم ما اتولدت. بس مش معايا يا ديزل، انا غير. ده حاجه اشوفها لعمة، حضرتك غير اي حاجه في الدنيا. طب عامه انا جبت لك حاجه برضه عشان ما تزعلش. هديه لي انا؟ اه انا ممكن اسرق دلوقتي. ايه الحلاوه دي؟ والله العظيم يا ستاني مش عارف اقول لك ايه. تقولش حاجه. والله المايك في ايدي الشمال وقاعده كده. التلفزيون دم على كتافك. بيحصل يا ريس؟ يلا صلحها. ها كيلو جالك فضل يا ريس؟ انا اسف جدا يا جماعه،
يلا يا سيدي. كاست جاهز بعد الشوط. 30-1 اول مره. انا لو احمد بيحبني زي ما عمر بيحب كده انا كنت اتجوزته من امبارح. بس انت كده غاويه تجري ورا اللي بيقلبك. انا عارفه انه بيحبني. لو احمد بيحبني زي ما عمر ولا عمري ما هتجوز واحد بتاع نسوان. بس انت كده طول عمرك بتجري ورا اللي يقلبك. مش يمكن هيتغير؟ اديله فرصه جربي. اتفضلي يا استاذ. تسلم سيادتك. اخد منك المايك. ودي معاها من امتى؟ اول مره تيجي معاها النهارده. ماشي. اعرف نظامها وبلغني قبل الكاستنج. تمام يا راغب. بقولك شفتك على فكرة. مين الأخ؟ مين الأخ؟ ابقى سألي عني وانت تعرفي مين الأخ. مبسوطة عفاف؟ وما اتبسطتش ليه؟ أكل ومرع وقلة صنع. وأخبار الشغل الجديد إيه على حسك؟ نفسي ما أروحش منه. لما أبقى نجمة هطلع أحسن منك وأجيبك تشتغل معي. ماشي يا نجمة. المهم مش عايزك تنسى اللي اتفقنا عليه. مش خايف عليا؟ لا مش خايف عليك عشان عارف انك بميت راجل. عفاف قالت لك تيجي معنا سفريه العين السخنه ولا لا؟ لا. معنى انك اتصلتي يبقى عرفتي من الاخ. انا برضو مش فاهمه انت عايز مني ايه. انا شفت عينيكي بتلمع وانت واقفه في اللوكيشن وبتسمع حوار دنيا الصياد مع نفسك كمان، فقلت اسالك سؤال. ما نفسكيش تمثلي؟ دانيا بص، أنا جاهزة. قولي اسمك وسنك وأول ما تبقي جاهزة ابدأي على طول. عفاف الأسمر 28 سنة. أنا ما عنديش استعداد أعيش مع واحد بيشك فيا ليل نهار. وهستحمل كل ده ليه؟ عشان بحبه؟ يولع الحب اللي بالشكل ده. ده حب يأسف العمر. أنا هقول له يطلقني. برافو. برافو بس. دي ما يتقلهاش برافو. دي يتقلها عظيمة.
ايه قلت لي؟ عفيف. عفيف. عفيف الاصفر. عفيف. ساعة وهتحرك يا بدر. ساعة وهتحرك يا بدر. والله يا استاذ وفرت لي مكالمة، انا كنت بكلم سيادتك دلوقتي. تليفون مرمي جوه. طب انا كنت بستاذن حضرتك بس هنزل القاهره صد رد وراجع على طول، ساعتين زمن بالظبط. مفيش نزول يا ديزل، انا مش عايزه ابقى لوحدي. عفاف قدامها ساعه وهتتحرك، وانا حصل لي ظرف هنا مش عارف انزل، فبستاذن سيادتك بس تخلي بالك منها. شكرا. اسف يا استاذة، اسف على التدخل انا، بس انت شربت كتير قوي النهارده. بصراحه انا ما كنتش اعرف موضوع الشرب ده. انت كنت تعرفني منين عشان تعرف انا بشرب ولا لا؟ ولا مؤاخذه يا استاذة، انا مش تلميذ. انا اسمع ان اللي بيشرب ده بيشرب عشان ينزل. انا بقى عكس الناس كلها، انا بشرب عشان افتكر. واضح انك شايله في قلبك كتير قوي يا استاذة، عكس شكلك من بره خالص. زمان ايام ما كان نفسي ابقى ممثله قابلت واحد زيي بالظبط، كان بيعشق التمثيل وكره القاعده. واضح ان حضرتك كنت بتحبيه قوي. كناش بنعمل حاجه غير ان احنا بنجري ورا حلمنا، بس الشغلانه دي حبالها طويله. وظهر راغب، أطيب قلب ممكن تقابله في حياتك، يعشق الأفلام، يتفرج على أفلام أكتر من ناس في الشغلانة نفسها. قرر يساعدنا، ملايك نزل لنا من السماء لحد ما اكتشفنا على حقيقته. هو فعلا ملاك، بس ملاك موت. كان اسمه علي، وخلاه يلعب بدالي لما شافني. اتحبس في الاوضه مع الكلاب لحد ما موتوه. مات قدام عينيا وانا ما قدرتش اعمل له اي حاجه. لعبتي وكلابي، البيت بتاعك البنات اللي بيطلبهم دول مش بيطلبهم للدعاره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ امال ماجده ماتت ازاي؟ ماجده ماتت عشان وافقت انها تلعب، بعدين رجعت في كلامها هددتهم فقتلها. في ايه؟ في انه عفاف بتلعب اللعبه دي دلوقتي.
بلغ فايز والجماعه ان احنا هنطلع. يلا يلا لو وقفتي لحظه واحده هتخسري يا عفاف. اول ما الاقفاص دي تتفتح اجري. اجري يا عفاف. استنى هنا. استنى. ايه الواد ده عفاف هناك؟ مش مهم اللي وداها، المهم نلحقها. هو لما انت كنت فاكر انها دعاره زقيت اختك علينا ليه؟ عفاف مش اختي. Thank you.
سابنا لوحدنا يا زين. رصاص طلق نار يا فايز. البت ماتت. ما تحسسنيش انها اول مره. وانت ما تحسسنيش ان انا قتل قتله. لا يا شيخ، لا يا شيخ. ماجدة ماتت عشان احنا ما نموتش. وندى بتاعت الدرع ما قتلتهاش، خافت نزلت الترعة، ما بتعرفش تعوم غرقت. وعلي، فاكر علي يا راغب؟ اول واحد مات اللي كنت بتتفرج عليه والكلاب قاعده بتاكل فيه وما رضيتش توقف اللعبه. فاكره يا رب، فاكره يا رب وهنكمل اللعبه. كنت فاكره هيقدر يهرب وهنكمل؟ ولا كنت عايز تتفرج على الكلاب بتاكله؟ ولا كنت عايزه يموت؟ بقولك يا راغب، الكلام ده تضحك بيه على دنيا، بس لا تقولهولي ولا تقوله لنفسك. احنا في بيزنس والبيزنس فيه خسائر، وقصاد ده انا فاتح لك حنفيه فلوس ما بتخلصش. واللي بيصبوا لنا الفلوس دي لازم يتكيفوا، وهم بيعملوا كل ده عشان ايه؟ الزهق. الزهق يا راغب، مش كلامك ده برضو؟ احنا هنلعب على الزهق. 80% من حالات الانتحار في العالم بسبب الزهق. الاغنياء زهقانين قوي يا فايز، قوي. عندهم استعداد يجربوا اي حاجه جديده، مخدرات جديده، نسوان جديده، رجاله جديده. زهقانين يا حبايبي. احنا بقى هنخليهم يشوفوا حاجه عمرهم ما جربوها قبل كده، هي موجوده من قبل كده بس هم ما يعرفوهاش. تفتكر بيلعبوا اللعبه دي ليه؟ عشان الزهق. تفتكر لو هيلعبوا اللعبه دي دلوقتي هيلعبوها ازاي؟ الاغنياء الزهقانين دلوقتي اكتر بكتير من الزهقانين يا مرومان. وانت طلعت صح، بس برضو زهقوا يا راغب. زهقوا من رصاص التخدير وابتدوا يقولوا لي لا، وخصوصا ان احنا مش كل يوم بنعرف نجيب لهم حد موافق، ولما يطلبوا لي حد معين برضو ما بنعرفش نجيبه لهم. بعدين انا ما عملتش كده في اي حد. البت اللي انت جايبها دي ما تسواش اي حاجه. بقول لك يا راغب، روح اتفرج لك على فيلم حلو كده وروق دماغك، وقبل ما تنام راجع حساباتك هتلاقي كل حاجه مترستقه وزي الفل. في ايه؟ مادام الدنيا اتقلبت بالعربيه. ذنب عفاف في رقبتكم يا باشا. هنجيب حقها. كان اسهل تحموها. عايز اشوفها بعد اذنك يا باشا. مش كفاية كده يا راغب؟ خلينا نبعد، نوقف كل حاجة. أنا عن نفسي مستعدة بطل تمثيل، بس أنت تقول لي كفاية لحد كده؟ مش بالسهولة دي. ليه؟ ما أنا توبت زي ما أنت ناوي تتوب، ونسيب الحتة باللي فيها ونتجوز. مش بالسهولة دي يا عفا. يعني أنت ما بتحبنيش؟ يا بنت بحبك وما حبيتش غيرك. وانا من ساعه ما عرفتك شعري ما اتفردش على ظهر راجل غيرك، وانت عارف. من ساعه ما عرفتك، ما قبل ما تعرفيني اتفرد على ظهر ناس كتير، وبعدين ما تفكرنيش بالموضوع ده عشان بزعل. طب ما انت عارف من الاول حبيتني ليه. ازيك عفاف تتحب، بس انها ما ينفعش تبقى معيان. عندك حق، اللي زيي تتحب، لكن تتحب بس لا يا بدر. انا ما ينفعش ابقى ام عيالك، ولا انت ينفع تبقى حبيبي. عفاف، بنتي عفاف، عفاف.
ازيك يا باشا؟ انا قلت لك تقعد. مؤاخذة يا باشا، انا جاي ضيف مش منتهى. ده ايه الثقة دي كلها؟ ماشي السليم بيه قهوة يا باشا. عندك حق. عندك قهوة؟ انت مسجل خطر وملفك منور عندنا في ارشيف الامن الوطني. ممكن يا باشا اعرف سيادتك عايز مني ايه بالظبط؟ عايزينك تشتغل معانا. انت شغال دوبلير في فيلم دنيا الصياد الجديد. مظبوط يا باشا. دي اول خطوه. وانا هشرح لك بالظبط تعمل ايه. بعد ما تخلص ملفك هيتمسح نهائي ولا كانه كان موجود. ملفي وملفك هيتمسح. يعني هنرجع كما ولدتنا امهاتنا. مش مضروب فينا مفك. ساعتها ينفع؟ يا دي النيله. ملفاتنا تتمسح انما تاريخي وتاريخك خلاص عفاف. ما تكملش. الملفات بتتمسح بس اللي عارفه الزمن ما بيتمسحش. ربنا يكملك بعقلك. اللعب مع الناس الكبار دول بيخوف قوي. وانت تخافي من ايه؟ بتعملي اللي طول عمرك بتعمليه بس من غير ما حد يلمسك. ماشي يا بد، انا هعمل لك اللي انت عايزه. انا هسيب منى عند البت جارتي، بس أمانة عليك لو حصل لي حاجة تحط البت في عينك. بت ما تخافيش، أنا جنبك. ماشي، قول لي بقى نخش عليهم ازاي؟ خش عليهم ازاي؟ خش عليهم كده. الناس عشتي بقى. مش خايف عليا؟ لا مش خايف عليك، عشان عارف انك بميت راجل. ماشي يا بدر، انا هعمل لك اللي انت عايزه. انت مين؟ بنت عفاف؟ تعالي حبيبتي. ملهاش حد بعد امها. ليه؟ واحنا رحنا فين؟ بجد يا امها؟ بجد احنا ما شفناش منها حاجه وحشه، والبت كانت تحت رجليك. اي حاجه كنت بتعوزها كانت بتعملها لك على طول. الله يرحمها راحت للي خلقها. ماما فين؟ حبيبتي ماما مسافره. تعالي تعالي انا هحكي لك حدوته حلوه قوي. انا بعرف احكي حوادثي. مساء الخير. العربية جاهزة هنا. انت ازاي سبت الهانم تسوق على طريق زي ده لوحدها؟ وربنا بيه ما نزلت لما هي اذنت لي. بس لا مؤاخذة كان عندي ظرف. عندك ظرف؟ لا مؤاخذة، انا اول مرة اشوف سيادتك. سيادتك اخو الهانم؟ انت شغال مع الهانم بقالك قد ايه؟ 3 ايام غير النهاردة، ابقى تميت شهر ان شاء الله. يعني انت اللي اتخانقت مع العيال عندي قدام البيت؟ انا اسف يا بيه وربنا، بس يعني لو سيادتك ولا نعمتي وحد اتكلم مع سيادتك بطريقه وحشه، ما انا غصب عني هتحمي لك. انت عارف ان انت اول سواق يشتغل مع الهانم من غير ما انا اشوفه؟ لا دي معلومه جديده يا باشا، ما اعرفهاش.
اديك عرفت. يلا من هنا. يلا يا حبيبي من هنا، مش عايزين سواقين، مش عايز اشوف وشك تاني. يلا الهنم تقول لي امشي امشي على طول. راغب انا مش مستحمله ضغطه اعصاب اكتر من كده. انا لا عايزه اقطع عيش حد ولا عايزه اغير اي حاجه في حياتي اللي انا بحاول افتكرها اصلا. ممكن لو سمحت ممكن هنبتدي بمين؟ انت بقى زين؟ ايوه انا زين. قالوا لي ان احنا شغالين مع بعض. انت مخرج؟ لا. مؤلف؟ برضو لا. امال احنا بنشتغل مع بعض ايه؟ هو حضرتك عندك مكتب كاستنج وانا اللي بديره. ريجيسير يعني؟ لا هو مش كده بالظبط، هو حاجه تانية. طب ومالك زعلت ليه؟ ده انا بهزر معاك. بس انا مش متعود ان حضرتك تتكلمي معايا من اصله، فكمان بتهرجي معايا ف يعني انا ولا بهزر معاك ولا بتكلم معاك، امال احنا بنشتغل مع بعض ازاي؟ زين انا بحاول افتكر. انت مش متخيل موضوع فقدان الذاكره ده صعب قد ايه، وان اي حد ممكن يتحكم في حياتي بمعلومه غلط. هو حضرتك يعني لو سالتي مستر راغب هيقولك على كل حاجه. انا معرفش علاقتي بيك ايه، بس انا حاسه ان في حاجه غلط بيني وبين راغب، وان انا مش قريبه منه زي ما هو بيقول لي. هو انت فعلا ما ينفعش تساعدني في الموضوع ده؟ هو انت خايف ان انا اقول له ولا حاجه؟ انت هتقول لي سر يعني؟ الصراحه لا يعني، بس اي حد قريب منك انت ومستر راغب هيعرف ان انت مش بتطيقي اصلا. شفت بقى انا كنت حاسه ازاي؟ طب تفتكر لو انا جيت لك المكتب ده ممكن يساعدني ان انا افتكر؟ طبعا يساعدك جدا كمان. انا مش عايزه اجي في معادي يكون في ناس، انا زهقت من كلمه حمد الله على السلامه. بصي هو المكتب بعد الساعه 9 محدش بيعتبه خالص. يعني أنا أجيلك بعد الساعة 9؟ بكرة بعد الساعة 9 مستنيكي. وأنا هجيلك. تفتكر هيقول لراغب؟ عمره ما هيقول.
دي صورة ايدك، شوفها كويس عشان هتوحشها. انت مين وعاوز مني ايه؟ انا مين؟ انا الديزل. عاوز منك ايه؟ عاوز الحبل اللي حوالين رقبتك ده يتلف حوالين رقبة راغب، بس بالميري والقانون. الحقوني! اهدى، انت اكتر واحد عارف انك مهما صرخت محدش هيسمعك. احنا انت اكتر واحد عارف ان انا لو فتحت بقي هيموتوني. خلاص يبقى موتك انا، بس حتى حتى أبدأ من أصغر ربع في الفلاح. اللي دين راجل. اللي دين راجل. ما تتحركش عشان ما تقعش من على العصاية. تتكلم ولا مستغنى عن اللي بعد؟ شكله مستغنى عن اللي بعد. هتكلم. فايز طول عمره بيقول على راغب غدار، عشان كده كان دايما بيأمن نفسه في فيديوهات للعب. كمل. انا كمان كنت بعمل زيه وبأمن نفسي زيه بالظبط في فيديوهات للعب. عبد المأمور. كلنا عبد المأمور، بس بمزاج. ألاقي فين الفيديوهات دي؟ آخر فيديوهات اتصورت في غزنتي اللي جنب المكتب. كم رقم الخزنة؟ 1-3-6. ديزل، خليش الانتقام يعمي. ده مش انتقام، ده عدل. ليه عملت كده يا ديزل؟ ما
قدرتش اسيطر على نفسي وانا شايف واحد كان سبب في موتها. كانش ليه حد بعد ربنا غير امي وهي. ما قدرتش اسامحها وهي عايشه، مع ان كان عندها استعداد تموت عشاني. وديها عملتها، بس ده ما يديلكش الحق تعمل اللي انت عملته، خاصه بعد ما بقى معاك دليل. اللي اعرفه ان ذنبها وذنب بنتها اللي اتقدمت في رقبتي، وبعدين الفيديو اللي معايا ما فيهوش حد غيرها، يعني لا هيقدم ولا هيقفل. بس انا مش عايزاك تبقى زيهم. وانا عمري ما هبقى زيهم المره دي، بس مش هبقى دبلير، هكمل الدور للاخر، وبعد كده هرجع ديزل اللي انت تعرفيه. انت خايف عليها يا استاذه ولا ايه؟ اتأخرتي ليه كده يا حبيبتي؟ انا مش راضي انام غير لما تيجي انت. كان عندي ميتنج مهم مع مخرج الفيلم الجديد، بحاول ارجع لحياتي الطبيعيه، يعني يمكن اعرف افتكر. طب راح على نفسك عشان ما تتعبيش يا حبيبتي، لو في حاجه عايزه تفتكريها قوي يعني سأليني يمكن اعرفها. فعلا؟ طب انا وانت عرفنا بعض ازاي؟ كنت جاي تعملي كاستنج في المكتب اللي انا كتبته باسمك دلوقتي، دي كاستنج، دي في الدنيا. حسيتش ان دي اول مره اشوفك فيها، كنت متاكد انها مش تبقى اخر مره. وايه اللي خلاك تحبني؟ انت ما كنتيش جايه لوحدك، خطيبك كان معاكي وقتها، أمه كانت عيانة وكان محتاج فلوس بأي طريقة عشان يلحقها. شفت وقتها أنت قد إيه كان عندك استعداد تعملي أي حاجة عشانه، أي حاجة. بس للأسف أو من حظي عمل حادثة ومات. شفت قد إيه أنت تقدري تحبي، منيت إن الحب ده يبقى ليا لوحدي. بس مساعدتك وعملت كل اللي اقدر عليه عشان احقق لك حلمك. حبتيني وبقيتي دنيا الصياد، دنيا الصياد. انا حاسه ان انا دايخه شويه. تبقي كويسه، تبقي كويسه. انا همشي وهاجي لك بكره. تمشي وانت تعبانه كده؟ معايا سواق، ما تقلقش. تصبح على خير. انت من اهله. انا ما اتفقتش معاك على كده. موقف اتحطيت فيه يا باشا، او كنت سبته حقيقي كان بلغ اللي شغال معاه وما كانش طلع على نهار. طب اسمع بقى يا ديزل، انا دوري اللي انا حقق العداله، وانت دورك تساعدني، تساعدني وبس، مش تصفي حسابات. كانش قدامي حل تاني. ده مش حل يا ديزل، ده انتقام. ايوه انتقام، انتقام للبنت الغلبانه اللي ماتت بسببي وما عرفتش الحقها. لولا انها نسيت تليفونها كنا وصلنا لها. المهم انها اتقتلت. أنا مش رئيس عصابة عشان تبرلي ولا هي خناقة في شارع. افهم، ده قضية ناس بتتاجر في دم البشر، نقوم احنا نعمل زيهم؟ ولما يطلع النهار أنا ليا كلام تاني. علي يا ابني بص لي هنا. أكيد كانوا موقفينه على حاجة وشالوها، بس مفيش حاجة اتحركت في المكان ينفع يوقفوه عليها. علي بيه. ها يا سيد. بص يا فندم، دي آخر حاجة سجلتها كاميرات المراقبة قبل ما يكسرها.
ممكن تشوف الفيديو ده تاني؟ المجني عليه كان شغال مع راغب بيه. اعملي هنا. امال فين ام حسام؟ بقولك يا حبيبتي، ما تعرفيش فين عصاية البيسبول اللي انا كنت اديتها لله يرحمه عشان يلعب بيها؟ هو ليه علي بيجي على بالك اليومين دول؟ يعني ناسية كل حاجة. فاكرة اسم علي؟ مش فاكرة العصاية اللي انا اديتها لك بعد ما الله يرحمه مات؟ اطلعوا اطلعوا خدوها. الو. ايوه يا ديدي. مين معايا؟ احمد مفتاح الامن يا ديزل. انا رحت اجيب علبه سجاير ولما رجعت لقيت الاستاذ راغب ومعاه كذا واحد كده خارجين من باب الفيلا، وكان معاهم الاستاذه بس كان شكلها تعبان شويه. وانت لقيت الموبايل فين؟ انا سمعته بيرن ومحدش بيرد. طلعت لغايه الاوضه فوق لقيت الشنطه مرميه على الارض والتليفون واقع جنبها. وفي ايه يا ديزل؟ مفيش حاجه. سلام يا احمد. الكلام ده حصل امتى؟ حصل امبارح بالليل. ما عرفتش قتلوه ليه؟ لسه ما عرفتش حاجه يا فايز. اعرف منها كل حاجه من فوق. من فوق. Check inside. Check inside.
اقفل يا باشا عشان ما تغرمش دقيقه. سبت لك الباب مفتوح عشان ما يصحش باشا زيك يقف على السن. انت مين وعايز ايه يالا؟ يعني انا اقول لك يا باشا وانت تقول لي يالا؟ انجز. اسمي بدر الديزل، عايز اعرف خدت دنيا على فين. وما تقلقش يا باشا، الفيديوهات اللي معايا لا ابعتها للحكومه ولا ابعتها للراجل ده. بص يا روح امك، انت لا هتبعت فيديوهات لحد ولا هتنزل من هنا لحد ما اعرف حكايتك ايه. سيب اللي في ايدك ده وانزل على ركبك. يلا يلا تاني برضو. تمام. فين يا فايز؟ عملت ايه؟ انا بعدت فايز عند اللي خلقه. انا بدر الديزل، عايز اشوفك راغب بيه. انا كمان، انا كمان. المفروض ان انت تبقى عندي دلوقتي، بس معرفش اتاخرت ليه. صباح الخير. انت كويس يا حبيبي؟ اديني جبتك في المكان اللي قلبت الدنيا عشان توصل لي.
بس بعد ايه؟ بعد ما موت واحد من اسيادك عشان واحده جربوعه ولا تسوى. زيها زي الوطية دي. وطية. نسيت كل اللي عملته عشانها. بس دلوقتي هفرجها على كل اللي هي مش قادرة تنساه تاني. اللي انت كنت جاي عشانها انا هبعتك ليها هناك هناك. اجري. Come on.
تتحركش من هنا. يلا مش جاي معاك تاني. Thank you.
الموضوع اللي بتتكلم عنها جايز ما تسواش حاجه بالنسبه لك وبالنسبه للي زيك، بس بالنسبه لي وبالنسبه لبنتها اللي تهتمت تسوى الدنيا كلها. انت اللي ما تسواش رصاصه من المسدس ده، لانك كده كده ميت. غشيمة. ايه ايه؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة. عارف يا جزيل، لو اخويا ابن امي وابويا مش واقف جنبي زي ما انت ما وقفت جنبي. هما مش الغلابة لبعضهم برضو ولا ايه؟ بجد يا مش عارف اقول لك ايه. قول شكرا بس. شكرا يا صاحبي. الحمد لله على السلامة يا عماد. الأستاذة دنيا بنفسها، الله يسلمك أستاذة والله، ربنا يخليك. دخلت التاريخ يا ابن المحظوظ. الحمد لله على السلامة يا أستاذة، وجاي من بعثة روسيا، الراجل كان مسجون من شوية. بطل رخامة. اه ليكي حق تقولي بطل رخامة. الله يرحم ايامك يا ديزل، ايام ما كانش في حد بيضحكني قدك يا ديزل، ما حدش بفضفض واخد ودي معاه في الكلام قدك يا ديزل. ما خلاص يا عم. خلاص، ما السواق بتاعك جه. سواق بتاعي ليه يا ديزل؟ وانت مش هتشتغل معايا تاني ولا ايه؟ لا يا استاذ، ده رزق اخويا، ما ينفعش حد يقطعه فيه. ايوه بس انا محتاجاك جنبي. وانا جنبك يا استاذ، اللحظه اللي هتفكري في ديزل هتلاقيني قدامك على طول. خلي بالك من الأستاذ. في عينيا. أشوف وشك بخير يا أستاذ.